السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. بعد موقعة المليحي الكبيرة وإنتاج الفيلم من قبل قناة طيب دانا، نتمنى من الجميع يشوفوا ويدعمون. اليوم عندنا أكل كثير كثير رائع وفيها ابتكار، يعني شيء جديد بناسب الواقع. خلوكم معنا أعزائي المشاهدين ودعمونا باشتراك ولايك. إذا عجبكم الفيديو حطوا اشتراك ودعم، وإذا ما عجبكم كمان حطوا، يعني عجهتين حطوا. الله يسعدكم ما لنا غنى عنكم، الله يسعدكم. راح نروح مباشرة على التفاصيل. أكلتنا هي اليوم الملفوف، بس الملفوف مش راح نلفه لف، اليوم راح نعمله طبقات. المقادير هي عندنا لحمة خروف 150 غرام، رز قصير 750 غرام، ملح في عندنا ملعقة واحدة كبيرة، عندنا نعناع، نعناع يابس وكمان واحدة ملعقة، بهارات مشكلة واحدة ملعقة صغيرة، وعندنا هاي البابريكا أو الفليفل الناشفة عندنا يعني كمان ملعقة صغيرة. بنيجي للفلفل، بنعمل لنا رشة حسب يعني الرغبة. بعدين سمنة، أي نوع من أنواع السمنة، ملعقة واحدة كبيرة. زيت، زيت أبيض بنحط تقريبا 3 ملاعق يعني تقريبا. وبنخلط المكونات هاي سوا بشكل كويس. بنجيب الملفوف، طبعا الملفوف عندنا راس واحد فقط، يعني بنسلقه سلقة خفيفة عشان يكون طري، وكل ورقة بورقتها بنحطن، يعني بنعمل طبقة ورق منه بشكل مد برضية الطاسة. ما راح نلفه اليوم طبقات، وبنجيب الخلطة اللي عملناها وبننزلهن بين الطبقات، راح نعمل كذا طبقة. طبعا كل العالم تعمله بشكل ملفوف، يعني بتحط الورقة بلفوا حطوا فيها الرز بلفوها لف، احنا بنعملها طبقات أسرع، يعني نوع جديد من أنواع يعني تقديم الملفوف، وطلعت والله طلعت كثير طيبة، يعني بننصح الجميع يعملها. بنحط طبقة ورق ملفوف بشكل مد وبنحط الطبقة هاي. واللي ما بحب اللحم يعني أو بحب يكون كل الأكل نباتية عادي، فيه يستغنى عن اللحمة، بخليها بس رز والبهارات. وبعد ما تكتمل وضع الطبقات بنظبطهم، بتجيب مي طبعا 2 لتر وبنحط فيهم ملعقة ملح واحدة مشان نملحهم، لأنه كمان ملفوف بده تمليح. ونحط الميات على الطاسة، ميات طبعا ساخنات لازم يكون أفضل، يساعدهم يعني باستواء سريع. بنحط الميات بالطاسة، نعم، بنحطهم على النار. يفضل نثقل عليهم بصحن يعني بمثل هالطريقة، ونتركه نص ساعة يستوون تقريبا، نص ساعة ونغطي عليهم. نظر هنا استوون، بعد نص ساعة استوون جاهزات، راح نقلبهن مشان نصيرها مثل المقلوبة أو مثل قالب الجاتو. نقلبهن بهالطريقة هاي يعني منتبه، وراح نشوف النتيجة إن شاء الله تكون زابطة بإذن الله تعالى، راح تعجبكم. يا رب راح نشوف النتيجة شنو راح تكون. اللهم صل على سيدنا محمد. شوف النتيجة، يعني مقلوبة تقريبا أو مثل قلب الجاتو. شوف الصلاة على النبي. المليح فيها أنه أسهل للأكل، يعني تناولها أسهل، وكمان للطبخ وأسرع، إعدادها أسرع، ما بياخذ 5 دقائق، بينما اللف ممكن تأخذ 1.5 لساعتين بتطول. هون أسرع، طريقة جديدة يعني وطرية ما شاء الله عنها، وخاصة للصغار. صحتين وعافية، صحتين وألف عافية لجميع الأحبة والمتابعين. هاي راح نعمل لكم منها مقطع يعني مثل الجاتو تماما الفوف طبقات بس مثل الجاتو جاي. هاي أول يعني شعب راح نطلعوا منها، شوفوا صلاة النبي شلون الطبقات وشلون يعني شوف المنظر. اللهم صل على سيدنا محمد، عن جد شيء بيفتح النفس. طبعا بنصر عليه عصرة ليمون بالأخير يعني تعطي كمان نكهة إضافية اللي بحب. والفيديو جاهز، وأعزائي المشاهدين دعمكم الله يسعدكم جميعا. نلتقي بفيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.